من إنفلات تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن نصر الله صرح بأن جنديين الإسرائيليين إلداد ريجيف وأهود جولفاسر ما زالوا على قيد الحياة، لكن من أجل أن يدلي بإثبات حقيقي بأنهم على قيد الحياة طلب تحرير عدد كبير من الأسرى اللبنانيين المحتجزون في السجون الإسرائيلية، أهمهم سمير قنطار. المفاوضات بين الطرفين يجب تحرير جنود موجود لكن لم يطرأ عليه أي تقدم. المنسق الوحيد هو كونارد الألماني. وكالة أخبار فرنسية تصدر خبرا بأن سوريا وضعت ألاف الصواريخ متوسطة المدى بالقرب من حدودها مع إسرائيل. حسب الخبر بأن هذه الصواريخ من الممكن أن تضر بشكل خاص مدن شمالية البلاد. الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قال بأنه من في أيدي نظام الأمن لا يوجد معلومات على نية سوريا بأي هجوم عسكري على إسرائيل. الإعلام الإسرائيلي ينشر خبر بأن المواجهة ما بين الجيش الإسرائيلي وحماس قريبة جدا، فعلى مر الفترة الأخيرة رأينا بأن الطرفين يتأهبون لمواجهة كهذه، حيث أن حماس بالأخص في غزة تتقلد بطريقة حزب الله وهي حرب الأنفاق، والإسرائيليون من الطرف الآخر يتأهبون بتدريبات، لذلك الحرب في قطاع غزة قريبة. ضربة قاسية لإسرائيل بعد جهود كبيرة من أجل منع اعتراف دولي بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة حماس. قادة 27 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في نهاية الأسبوع في بريسل أعلنوا بأن أوروبا تظهر نوعا من التطرية وتنوي قبول الحقيقة بأن هنية وحكومته لا يريدون الاعتراف في إسرائيل. مصير الثلاثة لاجئين السودانيين الأولاد الذين وصلوا إلى إسرائيل يأتي بالأمل القليل. ثلاثة صوماليون، اثنان أبناء 15 وآخر يبلغ 17، هربوا من السودان جراء الحرب وصلوا إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل والآن إلى مدرسة داخلية إسرائيلية. وصل اليوم إلى إسرائيل نزهة الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو برفقته عاشقته عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رافائيلي، واللذان على علاقة منذ سنتين بعد أن تعارفوا في مقهى في نيويورك. هذه الزيارة الأولى لليوناردو دي كابريو. انفولايف نقطة تي في، المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت والتي تبث بأربع لغات مباشرة من القدس. لسماع أخبار مباشرة من إسرائيل والشرق الأوسط، انفولايف تي في تتواجد في قلب الحدث وفي قلب التاريخ وفي قلب إسرائيل. انفولايف نقطة تي في.